بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاكم أخوكم في الله سعيد الراجي، إخوتي في الله، أقف أمامكم مبشرا بمركز إن شاء الله قادم إلى مدينة تورونتو. والسبب هذا المركز هو انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خشية على أبنائنا وبناتنا قررنا أن نبني مركز اجتماعي متكامل للجالية الإسلامية، خاصة للشباب المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد. هذا المركز يحتوي أنشطة كثيرة، منها النشاط التعليمي، مدرسة إسلامية متكاملة ابتداء من الحضانة حتى الثانوية. أيضا تكون فيه أو يكون في هذا المركز أنشطة ثقافية، محاضرات إسلامية، مسابقات إسلامية، مركز يجتمع فيه جميع أفراد الجالية الإسلامية. هذا المركز أيضا يكون فيه أمور رياضية للشباب، يأتي الشباب يلعبون ويتمتعون ويرون حلاوة الإسلام وجمال الإسلام. هذا المركز إن شاء الله سيكون قريبا في هذه المدينة، وأتمنى من إخواني وأخواتي المستمعين أن يساهموا في ويساعدوا إنشاء هذا المركز المبارك، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.